حبايبي الحلوين في جونيور 4، اهلا بيكم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنشرح درس جديد في الجيومتري. درسنا النهارده اسمه ايه؟ Symmetrical figure and line of symmetry. يعني ايه Symmetrical figure ويعني ايه line of symmetry؟ شايفين الباترفلاي اللي قدامكم دي؟ الباترفلاي ديت لو انا عملت لاين في النص كده بالظبط، مش بقوا تيبيكال بالظبط، الهاف ده قد الهاف ده شبهه بالظبط، فدول يعتبر كده ايه؟ symmetrical. ده اسمه symmetry line او line of symmetry. يعني ايه line of symmetry؟ line قسم الرسمة to two into two equal part او two congruent part، قسمها الرسمتين شبه بعض ايه بالظبط، ده اسمه line of symmetry. اما يعني ايه symmetrical figure؟ يعني يبقى عندي رسمتين شبه بعض بالظبط congruent، تمام؟ يبقى line اللي قدامنا اسمه line of symmetry. ليه اسمه line of symmetry؟ لانه قسم الرسمة لنصين شبه بعض بالظبط. يبقى line of symmetry هو line بيعمل divide للfigure into two equal part أو two congruent part. يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة. طيب بصوا الترينجل ده، عندي بعض الرسومات ما بيحتملش ارسم فيها غير بس line of symmetry، يعني زي دي الرسمة دي شبه الفيش كده، اللاين ده هو اللي قسمها نصين. ينفع ارسم لاين من مكان تاني يقسمها نصين؟ مثلا لو عملت اللاين كده، البورت ده شبه البورت ده؟ لا، يبقى الرسمة دي ملهاش غير one line of symmetry. ودي نفس الكلام، طيب لو عملت لاين كده، هل النص ده قد ده؟ لا، يبقى في رسومات ملهاش غير one line of symmetry. طب تعالوا نشوف الريكتانجل ده. الريكتانجل ده نفع ارسم لاين كده قسمها نصين، ولما رسمته كده برضو قسم البورت ده equal البورت ده. طيب هو انا ينفع ارسم، طيب لو انا حبيت ارسم اللاين ده كده، ارسم اللاين ده كده، هل ده line of symmetry؟ لا. ليه؟ لان line of symmetry بيقسمهم لرسمتين شبه بعض بالظبط. اللاين ده مثلا line of symmetry لان البارت اللي هنا شبه البارت اللي هنا، لكن ده not line of symmetry. هما الرسمتين congruent شبه بعض بالظبط، فبنقول على two triangle دول، triangle ده والtriangle ده، بنقول عليهم congruent. بنقول عليهم ايه؟ congruent. But the line is not line of symmetry. مش line of symmetry. ده not line of a of symmetry. يبقى الريكتانجل كده عرفت ارسم له two. بصوا الرسمة دي لو رسمت اللاين ده قسمها النصين قد بعض، ونفس الكلام اللاين ده، اخدين بالكم؟ يبقى في عندي كام لاين؟ كذا لاين. اها تعالوا نعدوا. 1 ادي 2 ادي 3 ادي مين؟ ال 4. يبقى كده 4 line of symmetry. زي شايفين رسمة البراليلوجرام ملهاش line of symmetry. اللاين ده قسم two triangle congruent but it's not line of symmetry. الدياجونال ما قسمهمش برضو لتو line، ما يعتبرش line of symmetry لان الرسمتين مش typical، هما congruent but not line of symmetry. لان لازم البارت اللي هنا اللي بيبقى على اليمين لازم نفس البارت اللي على الشمال. يعني انا هنا عندي التريانجل ده هنا، المفروض يبقى هنا عشان يبقوا ده line of symmetry، يبقى قسمها نصين قد بعض. لكن واحد كده واحد كده يبقوا congruent، بس اللاين ده ايه؟ مش line of symmetry. عندنا بقى في اشكال لازم نحفظها. تعالوا نبدأ مع بعض. ال equilateral triangle، يعني ايه equilateral triangle؟ السايدز كلها قد بعض. فنقول ال equilateral triangle ليه كام line of symmetry؟ ليه 3. بصوا بيترسموا ازاي؟ اهو المثلث ده قد ده، ونفس الكلام اللاين ده اهو هنا وهنا. يبقى الإكويلاترال تريانجل اللي كام line of symmetry؟ 3. الايسوسيلس تريانجل، يعني ايه ايسوسيلس تريانجل؟ يعني عنده two sides equal. التريانجل اللي عنده two sides equal، مش انا عامله على السايد ده والسايد ده، line of symmetry بيبقى مرسوم ما بين two sides equal. يعني مثلا لو انا كتبت ان السايد ده equal السايد ده، يبقى line of symmetry كده وهكذا. خلاص. طيب الاسكالن تريانجل مش هينفع ارسم له ولا line of symmetry، مفيش ولا لاين بيقسموا النصين قد بعض. تعالوا كده، مش ده مش شبه ده. طب لو حاولنا كده برضو مش شبهه بالظبط خالص. طب لو حاولنا هنا مش شبه الترينجل اللي هنا، مش شبه هنا. يبقى احنا عرفنا الاكويلاترال لي 3، والايسوسيلز 1، والسكالن 0. لسه بقى دلوقتي هنبصوا كده، هناخد البراليلوجرام. احنا قلنا البراليلوجرام ليه كام؟ 0 لاين اوف سيمتري. 0 لاين اوف ايه؟ سيمتري. الرومبوس ليه كام؟ 2. الريكتانجل ليه كام؟ 2. السكوير ليه كام؟ 4. اما السيركل فيها كتير، فبنقول ليها انفاينايت نمبر. الهكساجون
6. الترابيزيوم ملهوش. الايسوسيلس ترابيزيوم 1. تعالوا بقى نختصرهم كده مع بعض من اول وجديد. اول حاجه مين اللي ليهم زيرو لاين اوف سيمتري نحفظهم؟ اللي عندهم زيرو لاين اوف سيمتري البارالليلوجرام. ماله البارالليلوجرام؟ ما عندهوش ولا لاين اوف سيمتري. وكمان السكالين تراينجل. السكالين ايه؟ تراينجل. ومين كمان؟ الترابيزيوم. نقول تاني مين اللي عندهم زيرو لاين اوف سيمتري؟ باراليلوجرام وسكالين تراينجل وترابيزيوم. مين اللي عندهم وان لاين اوف سيمتري؟ اي حاجه فيها كلمه ايسوسيلز، يعني ايسوسيلز تراينجل، وفي كمان ايسوسيلز ترابيزيوم. ايه هو الايسوسيلز ترابيزيوم؟ بيبقى عنده تو لاينز قد بعض. دي رسمه الترابيزيوم وبيبقى عنده تو لاينز. الترابيزيوم بيبقى عنده ايه؟ عنده تو سايدز قد بعض. خلاص كده يبقى مين اللي عنده 1؟ اي حاجه فيها كلمه ايسوسيلز، ايسوسيلز تراينجل وايسوسيلز ترابيزيوم. طب مين اللي عنده 2 لاين اوف سيمتري؟ قلنا الريكتانجل والرومبوس. الريكتانجل ومين؟ والرومبوس. خلاص كده يبقى والرومبوس، ريكتانجل ورومبوس. طيب مين اللي عنده 3 لاين اوف سيمتري؟ اللي عنده 3 ما فيش غير الايكويلاترال تراينجل. ايكويلاترال ايه؟ تراينجل. مين اللي عنده 4؟ السكوير. مين اللي عنده 4؟ السكوير. السيركل بقى فيها انفاينايت نمبر، فيها كتير. انفاينايت ايه؟ نمبر. تعالوا نشوف السيركل ازاي فيها كتير. يعني دي سيركل، لو انا عايزه ارسم لاين اوف سيمتري مثلا يقسمها نصين، ده نفع ارسمه. ممكن ارسم واحد كده، صح كده؟ ممكن واحد كده، ممكن كده، وممكن كده. يبقى فيها ايه؟ infinite line of symmetry. الحاجات دي لازم نحفظها. يلا بينا. هنا هل اللاين ده line of symmetry؟ لا. اللي يبقى لف اول حاجة number a not line of symmetry، فهنقول no. وده برضو كمان no. الرسمة دي اللي قدامنا هنا number c هنقول عليها ايه؟ اقسمها نصين قد بعض ولا لا؟ يبقى ده line of symmetry. يبقى سي هنقول عليها yes، ده no، وده no، ده yes، وده yes، وده yes. صح كده؟ هنا بقى بيقول لي ارسمي line of symmetry. does the figure has a line of symmetry right؟ بيقول لي هل الرسمة اللي قدامك دي ينفع ترسمي لها line of symmetry؟ ولو ينفع ارسمي. اول رسمة الهارت ليها طبعا. طيب هنرسمها ازاي؟ تعالوا نشوف اهو كده. الهاوس لا ليه؟ لان هما شبه بعض، بس ده عنده مدخنه وده ما فيش، يبقى ما ينفعش. التري تعالوا نجرب كده، فعلا شبه بعض. ايه بالظبط الرسمه دي؟ اهو هنا اهو ده كده، صح كده؟ سهل جدا. طيب تعالوا نشوف نوصل. الاول رسمه دي رسمه ايه اللي عندها لاينين؟ ده ايسوسيلس ترابيزيوم. الايسوسيلس ترابيزيوم كام لاين اوف سيمتري؟ 1. ده انا مش عارفه، بس ده شكله سكالين تراينجل ولا ايسوسيلس؟ لو ايسوسيلس كان حاطط 2 لاين. طب نسيبه للاخر. ده ترابيزيوم عادي. الترابيزيوم ليه كام؟ 0. ده باراليلو جرام. كمان الباراليلو جرام كام؟ 0. الريكتانجل ليه 2. السكوير ليه كام؟ 4. ده ممكن نقول ان هو لو equilateral هيبقى 3 ولو scalen يبقى 1. طب تعالوا نجرب نرسم له line of symmetry ونشوف. ده ينفع line of symmetry. تعالوا نرسم ده. طب تعالوا نرسم ده. يبقى هو كده isosceles trapezium، فهيبقى ملهوش غير ال1. بس كده سهلة جدا. يلا بينا نحل الاسئلة دي. scalen triangle احنا قلنا scalen عنده كام؟ 0. البارالليلوجرام 0. Which of the following which of the following figure has the greater number of line of symmetry؟ مين عنده أكتر number of line of symmetry؟ السكوير عنده 4، الإكويلاترال تريانجل 3، والريكتانجل كام؟ 2. يبقى مين أكتر واحد؟ السكوير. خلاص الرسمة دي ليها كام line of symmetry؟ أنا مش عارف أرسم غير 1، صح؟ يبقى دي ليها 1. هنا
انا ممكن ارسم ده ودول شبه بعض، وممكن ارسم اللاين كده يبقى ليها 2. طيب المأذنة دي مفيش غير اللاين ده، يبقى one line of symmetry. تعالوا نحل السؤال ده. in the opposite figure ده نرسم وفي line of symmetry. اللاين ده عايز يقول لي الام ان ايكوال مين؟ الام هو نطق مين الاول؟ الام ان، يبقى ايكوال مين؟ ان ايكوال او ان. طب الاو بي، الاو بي ماشي كده، يبقى ايكوال ام بي. طيب ميجر اوف انجل ان او بي نمشي ورا اللتر، ان او بي يبقى ايكوال ان ام بي، ان ام بي. سهله جدا. طيب يلا بينا نحل السؤال ده. الاكس واي فين؟ الاكس واي، الاكس واي ايكوال اكس كيو صح كده. الكيو بي، كيو بي شبه مين؟ الواي زد. الزد تي شبه مين؟ البي تي. انجل اكس واي زد، اكس واي زد يبقى شبه اكس كيو بي، اكس كيو بي. كيو بي تي شبه مين؟ شبه واي زد تي، واي زد تي. زد تي اكس، زد تي اكس شبه مين؟ بي تي اكس شبه مين؟ بي تي اكس. وبكده يكون درسنا النهارده خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.